السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. خوتي اليوم أتكلم عن موضوع الطفل حسين وكريم، واللي أعرف واحد ضجة كبير على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي بالشوكة أيتبها. هالطفل أخوتي بعد ما اختفى في واحد ظروف غامضة للغاية، ولينزل هذا الخبر كالصاعقة، والحمد لله الخبر اللي وصل المسؤولين واللي كتفوا المجهودات الجبارة من وسائل لوجستيكية وكلاب بوليسية ودرك ملكي وحتى الشرطة العلمية. من بعد ما يعني فتشوا وعملوا واحد حملة تمشيطية في الدوار، فهم لحد الآن لم يأتوا بجديد، ولكن رأى المسائل مازال غدا ومازال العمليات مستمرة حتى يتم الكشف عن هوية هذا اللي اختطف هذا الطفل الحسين. على أين؟ فالسؤال المحير أخوتي هو ما هو سبب يعني سكوت هاد الناس ديال الدوار؟ يعني الناس ديال الدوار اخوتي يعني مازال ما عطاوش شي معلومه يعني اللي غيتم بفضلها يعني الوصول الى خيط هاد المدبر هاد العمليه، ولكن هاد السكوت اخوتي هو اللي حير هاد يعني المصالح الدرك الملكي بخصوص هاد الطفل. ولكن الشكوك اخوتي كتحوم يعني على اساس ان هاد ملفعلة هاد اللي قام بهاد العمل فهو غيكون قريب جدا جدا من عائلة الحسين. فهاد شيء هاد الكلام اخوتي فهو على يقين، وهنا غتأكدوا ان يعني هاد الجريمة او هاد العملية فهي تمت في الوسط العائلي، في الوسط العائلي، لان بالامس وفي الايام الماضيه كانت خرجوا واحد الضجه وقالوا ان الموتور يعني واحد الموتور هو اللي كان عامل يعني هو اللي تم عن طريقه هو اللي تم اختطاف هذا الطفل. ولكن الى شنا طبيعه المنطقه، فطبيعه المنطقه اخوتي فهي كلها يعني رطبه فيها يعني رمال. لو كان بالفعل هذاك الموتور اللي جاء تم المنطقه فغيكون واحد الاثار، وغتكون يعني بصمات ديال العجلات، وهنا فين غيساعد يعني رجال الدرك والتحقيقات للوصول الى خيط المدبر هذه العمليه. على اين؟ فالعمليه مازال مستمره، ليل نهار، حتى ان منسقيه الدرك الملكي يعني سرية الدرك الملكي من الرئيس ديالها اللي قام يعني شخصيا بزيارة المنطقة، وحتى القوات المساعدة يعني الكم الهائل من رجال القوات المساعدة اللي مازال كتستمر في البحث يعني جميع الآبار والمذاشر والمنازل، حتى أنهم قلبوا حتى الثلاجات أخوتي، يعني الثلاجات تقلبوا، منازل بيوت تقلبوا، يعني ما خلاو حتى شي بلاصة. ولكن عما قريب سوف يتم الكشف عن هوية هذا اللي قام بهذا العمل، يعني والأصابع الاتهام أخوتي يعني كتشير إلى عم الحسين. يعني عم الحسين هو اللي غيكون يعني اللي قام بهذا العمل. حنا على أيين؟ حنا كنطالبوا وكنتمنوا من الله عز وجل أن هذا الطفل يعني ما يكونش تأذى. لو تم الأذى يعني في هذا الطفل فسوف يتم واحد العقوبة كبيرة، وحتى أن القانون ما كيتسامحش بهذه المسائل أخوتي، ما كيتسامحش، لأنه لو تسامح فهذا غيكون تشجيع لهاد الناس، وحتى أن أخوتي كما شنا باش يتم اختطاف هذا الطفل البريء يعني وفي طموع الدنيا. لو كان هذا الطفل يعني بالفعل زهري باش اكتشفوا به يعني الاموال والكنوز، فهذا الشيء اخوتي يعني الله المال الدنيا راه ما كيبقى غير حدو الدنيا، ولكن الواحد خصو يفكر في الاخره، لان ما ديماش هاد الدنيا وما ديماش هاد الاعمال الشريره اللي كيقوموا بها. على اين اخوتي؟ فكنتمناو من الله عز وجل،
كنتمنوا من الله عز وجل وحتى المجهودات الجبار اللي كتقوم بها السلطات المحلية بشكا ايتبها. ذكرت اخوتي تحيه كبيره للناس الامنيه بالفرق ديال الخاصه حتى بالفرق ديال الخاصه اللي تابع هذا العمل الملكي واللي معزب الكلاب المدربه للبحث عن المتغيب. لكن اخوتي يعني مازال ما لقاوش حتى اي خبر عن وجود هذا الطفل، وحتى الاب ديالو اخوتي راه هو في حسره وكيتفكر يعني المحفظه ديال ولده والوقت اللي غيدخلوا للمدرسه وكيجيبوا يديه ويجيبوا. وهذا الشيء اخوتي اللي يعني راه ما صبرش الكبده ديالو. حنا كنتمنوا من الله عز وجل ان يرجع الابن ديالو الاحضان ديالو عما قريب. ونحن على يقين اخوتي، نحن على يقين بالمجهودات الجبار اللي كتقوم بها هاد السلطات الامنيه. يعني راهم في هاد اللحظه راه مازال ساهرين، في هاد الليله راه مازال ساهرين ومازال كيبحثوا على شي دليل ولا شي اثار اللي غيقودهم لهاد المفعله، رغم انهم سنجوا ومتاكدين ان هاد العمليه قام بها واحد من وسط العائله، وسط من العائله. وحتى ان الحسين راه هو غير داخل في شي منزل وسد عليه، رغم الابحاث رغم التفتيش. فان شاء الله هاد السيد اللي قام بهذه العمليه فغيتفضح الامر ديالو، سواء قام بالاذى عليه ام لم يقوم بشي اذى لا قدر الله. فالروح عند الله سبحانه وتعالى اخوتي فهي عزيزة. وان شاء الله دائما اي واحد الى قام بشي عمل بحال هذا العمل اجرامي فغيحصل كما كنشوفوا في الوقائع اللي وقعوا مؤخرا في بلادنا. فجميع هاد الناس اللي كي وخدوز عليها 7 سنين 10 سنوات يعني مدة طويلة كيحصل، لأن الله سبحانه وتعالى يعني هذاك اللي كيظلم واللي كيقتل يعني الروح بغير ذنب فهو كيحصل وكيأدي الثمن. وإن شاء الله أخوتي عما قارب هذه الأيام سوف يتم الكشف، وأنا على يقين فهذا الفعل فهو من قريب العائلة، يعني من قريب العائلة أخوتي. وأكد لكم هذا الكلام، وان شاء الله اخوتي ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو وتعملوا اللايك. ان شاء الله اخوتي القاكم في تمام الصحه.